بلدنا ربنا يحميها، بإيدنا نبنيها ونشيد فيها. بلدنا للأحسن بينا كله على إيدينا، تعبنا وشقينا بنعمر فيها. بلدنا احنا نعليها، رحنا نحليها ونجمل فيها. بلدنا للأحسن بينا كله على ايدينا، تعبنا وشقينا بنعمر فيها. البلد دي خيرها على كل واحد فينا، وعلشان كده لازم كل واحد ينزل ويشارك في كل المشروعات اللي بتتعمل. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي كمان جاية، فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي. وحشتوني جدا جدا، رجعنا لحضراتكم بعد غيبة طويلة بإطلالة جديدة وباستوديو جديد وبشكل جديد وبمحتوى جديد، يا رب يعجبكم إن شاء الله. مساء التفاؤل والعمل، مساء الأمل والعمل، مساء التفاؤل والإنجازات. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وأولى الحلقات من برنامجكم طريق النجاح، ومعاكم محمود النحاس وديانا زيدان. ازيك يا ديانا، عاملة إيه؟ محمود الحمد لله تمام. في برنامجنا طريق النجاح بنسلط الضوء على الأشياء الإيجابية وكمان إنجازات الدولة المصرية، ومعانا هنستضيف نماذج شابة ناجحة في حياتها، وهنعرف منهم إيه هي العقوبات اللي واجهتهم في حياتهم وازاي قدروا يتخطوها. طبعا لان النجاح صعب ولكن مش مستحيل، لان بين الامل والياس خيط رفيع بيفصل بينا وبين احلامنا. كلنا بنتمنى بس اننا نحلم، ولكن مش كلنا بنقدر اننا نحقق حلمنا. ليه مش بنقدر كلنا ان احنا نحقق حلمنا؟ لان تحقيق الحلم محتاج الاراده، محتاج الاصرار، محتاج العزيمه، محتاج لطموح، محتاج لامل، محتاج لتفاؤل. ودايما بقول في مثل انجليزي بحبه كده بيقول don't work hard work smart، يعني انك مش تكون بالضروري انك تعمل بجد، ولكن من الضروري انك تعمل بذكاء. فيعني يا ريت ان احنا نحاول ان احنا نجتهد، نحاول ان احنا نعافر. وطبعا زي ما زميلتي ديانا بتقول، احنا برنامجنا طريق النجاح بيستضيف نماذج ناجحه سواء كانت سياسيه او فنيه او رياضيه، بالإضافة كمان إن احنا بنركز وبنعمل فوكس على جهود الدولة المصرية وإنجازات الرئيس السيسي. هنروح بقى دلوقتي لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بلدنا ربنا يحميها، بإيدنا نبنيها ونشيد فيها. بلدنا للأحسن بينا كله على إيدينا، تعبنا وشقينا بنعمر فيها. بلدنا احنا نعليها، رحنا نحليها ونجمل فيها. بلدنا للأحسن.
الأحسن بينا كل على ايدينا تعبنا وشقينا بنعمر فيه. اتفضل. حاضر حاضر حاضر، بس الأول بس ما علشان خاطر أنا ملتزم باللي عندي يعني. واحد حاضر حاضر الحد الأدنى. حاضر حاضر. شكرا يا فندم. حاضر حاضر. طبعا أنا حاضر. كنت عايز أعلق على البيان رئيس الوزراء أمس، وعايز أقول إن إحنا كنواب لازم نعترف بالإنجازات المعمولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لما نيجي نتكلم على شبكة الطرق ونيجي نتكلم على المشروعات اللي بتتعمل لتحقيق الأمن الغذائي، لما نيجي نتكلم على المشروعات اللي بتتعمل في 100 مليون صحة، يبقى احنا لازم ندي تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما نديش تحية للحكومة. لازم يا فندم دلوقتي ناخد بالنا من نقاط مهمة جدا. عندنا مشكلة في التموين، والسيد وزير التموين لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. عندنا مشاكل في الصحة، والسيدة وزيرة الصحة في العناية المركزة ومؤهلة للوفاة. عندنا مشاكل في قطاعات كتيرة يا فندم. مشكلة التموين ومشكلة الحذف اللي هو الغير يعني بدون أي شروط وبدون أي شيء يحذف مواطنين غلابة في التموين، يبقى احنا لازم يتم مراجعة هذه الأمور. أنا كلمت معالي وزير التموين قبل كده واتناقشت معاه إن عندنا مجمعات استهلاكية مغلقة ولا تعمل، وده سبب ارتفاع الأسعار في مدينة المحلة الكبرى، ولم يبدي أي شيء. اتكلمنا مع السيدة وزيرة الصحة ده مفيش سرنجة ولا في قطنة، وعندنا دلوقتي غرف عناية مركزة لا تعمل، وعندنا دلوقتي ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وهيكون معانا في اولى حلقات برنامجنا النائب البرلماني الدكتور الشاب محمد خليفه، عضو بمجلس النواب بدائره المحله وسمنود، ونائب رئيس الهيئه البرلمانيه بحزب الوفد، وسكرتير عام بحزب الوفد بمحافظه الغربيه. بنرحب بيك يا معالي النائب. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ احنا كلنا شايفين طبعا ان في نجاحات كتيره وانجازات كتيره في ظل التحديات اللي بيقوم بها سيادة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، وكلنا شايفين طبعا أن محور اهتمام سيادة الرئيس بيتمثل ويشمل في تطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالمرأة المعيلة سواء كانت مطلقة أو أرملة أو زوجها عاجز عن الإنفاق أو مريض، بالإضافة كمان لتوسعات الطرق، بالإضافة كمان لمجمعات القوات المسلحة عشان تقدر بشكل كبير تقدر توزن الأسعار للشعب المصري، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الهامة اللي بتمس المواطن المصري بشكل مباشر. فلازم يعني ما ينفعش إن احنا طبعا ننكر دور الرئيس السيسي، وطبعا في كتير جدا من المشروعات اللي احنا بنشوفها طبعا على أرض الواقع زي حي الأسمرات، فلا بد ان الرئيس السيسي ما ينفعش ان هو يتحرك لوحده، ولا بد من تكاتف الدوله المصريه انها تكون معاه وتتوحد معاه وتدعمه وتديله السبورت. حضرتك رايك ايه يا سياده النائب في نطاق هذا السياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه انا بشكر حضرتك على هذا اللقاء الهام جدا، وبنشكر حضرتك على المقدمه الرائعه. عايز اقول لحضرتك يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بيقوم بمجهودات كبيره جدا في الدوله، ودايما كان زمان كان يقول لك ايه اهم حاجه؟ الاراده السياسيه. الاراده السياسيه اللي هو يعني التوجه بتاع الرئيس الدوله ايه، او هو اتجاهاته ايه. لما نلاقي رئيس جمهوريه بيتحرك في مجالات كتيره جدا، بيتحرك في مجالات الصحه وعمل 100 مليون صحه والقضاء على فيروس سي، لما الاقيه بيتحرك في مجال القوات المسلحه، وكنا دايما كنا بنلاقي بيشتري طيارات وبيشتري غواصات وبيشتري اسلحه، كان في كتير قوي من الشعب المصري يقول هو بيشتري الحاجات دي ليه؟ لا، ده احنا دلوقتي احنا كنا تصنيفنا في الجيش المصري كان رقم 13 على مستوى العالم، اصبحنا دلوقتي رقم 9 على مستوى العالم. اصبح حاليا ما عادش في حاجه اسمها فيروس سي، يعني كان زمان كان منتشر، مرض منتشر جدا وكان موجود، ما عادش في حاجه اسمها فيروس سي دلوقتي. عندنا دلوقتي شبكه طرق، شوف حضرتك لما بتيجي تطلع مثلا من القاهره او من اقصى مكان في القاهره،
عايز تتحرك توصل مثلا لبحري او توصل لاسكندريه او كلام من ده، كنت بتاخد طرق صعبه جدا وبتاخد 3 4 ساعات. دلوقتي الطريق الاقليمي الجديد اختصر لك الطريق جدا واختصر لك الوقت جدا. مشروعات كتيره بتقوم بها الدوله. تطوير العشوائيات ده انا بعتبر فعلا لما جينا قلنا عيش وحريه وعداله اجتماعيه، هو ده اساس العداله الاجتماعيه. لما انت تعيش في مسكن امن، يبقى انت دلوقتي حضرتك الدستور بيقول ان الدوله هي اللي يجب عليها انها توفر السكن الامن، تمام؟ لما يبقى الدستور بيقول كده وعندنا رئيس جمهوريه بيطبق الدستور وبيطبق القانون، يبقى لازم كلنا ندي تحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت. يبقى عندنا صندوق تطوير العشوائيات ده منشا من سنه 94. شوف حضرتك من سنه 94 ما كانش حد يعرف عنه اصلا حاجه اسمها صندوق تطوير العشوائيات. لما يجي في سنه 2016 الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر 6 بالظبط 2016 يبدا يفعل هذا الصندوق، ويبدا يعني شوف حضرتك موارد الصندوق ده من 94 لحد 2016 كانت لا تتعدى ال 500 مليون جنيه. دلوقتي عندنا مشروعات بمليارات موجوده ما شاء الله، وعندك دلوقتي بيشتغل على يعني المشروعات اللي هي العشوائيات الغير امنه بالزبط. او المناطق الغير امنه، كنا دايما بنشوف فاكر الدويقه والصخره اللي وقعت على البيت ودمرت كذا وعملت كذا وعملت كذا والكلام ده كله. شوف انت بقى دلوقتي حي الاسمرات الناس كانوا عايشين في 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 عشش، شوف حضرتك غيط العنب، شوف حضرتك الاماكن دي كلها كان ناس عايشين في اماكن غير ادميه. لما تيجي حضرتك تسكنه في مكان ادمي، يبقى المواطن ده هيحب الدوله وهيحب رئيس الدوله وهيحب يعيش في الدوله ويحب يفتخر بدولته. هو ده الامن القومي المصري الحقيقي. لما تيجي دلوقتي حضرتك في ظل ارتفاع في الاسعار، القوات المسلحه تنزل ويوزعوا كراتين بتاع تحيا مصر والكلام ده كله مجانيه، ينزلوا مجهود كبير جدا حضرتك ازاي، بل مجمعات استهلاكيه موجوده علشان نقدر ارتفاع الاسعار وجشع التجار والكلام ده كله، في منتجات زي بحيره غليون والسمك والحاجات اللي موجوده دي كلها. الصوب الزراعيه كان دايما ننزل للصوب الزراعيه ويقول لك ايه يا عم موضوع الصوب الزراعيه ده، لا ده الصوب الزراعيه ده ان انا بنتج لك منتج في غير وقته. يعني مثلا لو منتج مثلا بيطلع في الصيف انا ممكن اطلعه لك مثلا في الشتاء، لانه بعمل الصوبه دي بهيئها بطريقه معينه بالزبط. لما بعمل كده يبقى انا بعمل اتاحه للمنتجات، بعمل وفره في المنتجات. لما اعمل وفره في المنتجات يبقى خلاص مش هتلاقي ارتفاع في الاسعار. كل المشروعات ديت لو احنا قعدنا نتكلم فيها مثلا 20 30 40 حلقه مش هنقدر ان احنا نستوفيها. لكن فعلا بامانه مشروعات طرق لم تحدث على مر العصور. مشاكل تم اختراقها وتم يعني الاقتراب منها وتم الكلام فيها. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بيخلي المواطن المصري يعني يفتخر ويقول انا مصري. خدت بال حضرتك ازاي؟ فيعني اتكلم بقى حضرتك بقى عن كل ده، كلام كويس جدا، لكن انت حضرتك دلوقتي انت موقفك ايه كدوله في حوالين دول متقدمه امريكا وروسيا والدول دي كلها والصين طبعا والصين والدول دي كلها بسم الله ما شاء الله مليار ونص. شوف حضرتك انا افتخر جدا واقول مشروع الطاقه النوويه اللي في الضبعه اللي ان شاء الله قريبا جدا هيبدا يعلن عنه، واحنا في مجلس النواب عملنا قانون للطاقه النوويه عشان مصر تبقى مركز اقليمي ده احنا اتجه ليه للطاقة. مدرسه الطاقه النوويه احنا اتجه ليها في سؤال اخر. لا ده مش المدرسه، ده انا بتكلم فيه المشروع نفسه بتاع الطاقه النوويه، ان انت تبدا تنتج كهرباء. الدوله بتاهلنا الفتره الجايه للطاقه النوويه تنتج كهرباء او الاستخدام السلمي للطاقه النوويه. دي في حد ذاتها بتحط مصر في مصاف الدول المتقدمه. خدت بال حضرتك ازاي؟ فسواء تكنولوجيا حديثه او سواء تطوير عشوائيات او سواء الكلام ده كله، ده بيأهلنا ان احنا نكون في مصاف الدول المتقدمه. بالظبط، وزي ما برضه الرئيس السيسي مهتم جدا بفئات الشباب الفتره دي، لعين مجلس نواب وعين قيادات شابه كتير، كنا عايزين نعرف راي حضرتك برضه في الموضوع ده. والله حضرتك يعني طبعا انت شايف حضرتك الشباب كان نفسه ياخد حقه من بعد الثوره. وقال لازم ان احنا ناخد وضعنا، ما كناش بنشوف يعني زي زمان زي بره كده بنشوف مثلا في الدول فرنسا والدول دي كلها بنشوف رئيس وزراء عنده 30 سنه، بنشوف مسؤول كبير الرئيس الفرنسي ماكرون 40 سنه 40 سنه بالظبط بالظبط. فده كان محتاج تاهيل، فلما علشان اعمل حاجه زي كده وتبقى ناجحه اسس الاكاديميه الوطنيه للتدريب اللي موجوده في 6 اكتوبر. اهي الاكاديميه دي اللي بتخرج المحافظين ونواب المحافظين وبتخرج الشباب اللي هو يبقى مؤهل لهذا الكلام.
انا شايف ان ديت خطوه قويه جدا، وفعلا يعني ايه تحدي كان لازم ان احنا كنا دايما عايزين نخش في هذا التحدي بس كنا بنخاف منه. صح. بس ما يبقى عندنا رئيس قوي ويقول لا لازم ادعم الشباب ولازم اهل الشباب، يبقى دي خطوه كويسه جدا في هذا الموضوع. لما بنشوف نواب شباب، نواب محافظين شباب ونواب مجلس نواب شباب، احنا عندنا يعني حوالي اكتر من 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 120 شاب في مجلس النواب، غير المراه، غير الكلام ده كله. كل ده ما كانش بيحصل قبل كده على فكره، الكلام ده كله ما كانش بيحصل بالظبط، ما كانش موجود. عندنا دلوقتي برضو حضرتك بالاضافه لكده عندنا وعي للشعب المصري، الشعب المصري واعي، قدر ان هو جه بعد الثوره قال ان احنا عايزين نختار شباب، يبقى فعلا اختار شباب باراده حره وباشراف قضائي وبنزاهه والكلام ده كله، خدت بال حضرتك؟ فانا شايف فعلا ان الشباب بدا ياخد مكانته وبدا ياخد وضعه، سواء بقى حاجتين، اللي هو الشباب اللي اشتغل في الكيانات الحكوميه او بقى موجود في مجلس النواب او كلام من ده، وخد وضعه برضه من خلال برضه احنا هنتطرق لهذا الموضوع بالتفاصيل، المشروعات الصغيره والكلام ده كله. أيوة. خدت بال حضرتك؟ وعايزين نوجه دعوه مهمه جدا 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 للشباب، مش عايز بقى الشاب يبدا بقى يفكر زي فكر زمان ويقول انا عايز اتخرج واشتغل في حكومه، لا انسى دي بقى. لان حضرتك دلوقتي اتعمل لك قانون تامين صحي شامل وقانون تامين اجتماعي شامل، القانونين دمت بيديك تامين صحي وبيديك تامين اجتماعي من غير ما تبقى شغال في حكومه خالص، وبالتالي انت تدور على المكان اللي تقدر تاخد منه مرتب اعلى. بالظبط كده، تقعدش بقى تفكر في الكيان الحكومي يقول ايه عشان يبقى ليا معاش، لا انت يا عم هنعمل لك معاش وهيبقى لك تأمين صحي. بالظبط. حتى لو انت ما اشتغلتش في حكومه، حتى لو انت كده 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 بقى موجود عندك. تمام. وبالتالي عايزين الشباب يتجه للصناعه، الصناعات الصغيره دي هي فعلا الدول كتير قامت عليها ودول كتير كبرت عليها، عندك الهند وعندك الصين وعندك الدول دي كلها كبرت وبقت عمالقه من خلال الصناعات الصغيره. أيوة. فكر وابدا اتحرك وشوف المشروعات الصغيره اللي موجوده عندنا في المحله، عندنا في شبين، عندنا في البحيره، عندنا في اماكن كتيره جدا منتشره على مستوى الجمهوريه مشروعات صغيره وبيبقى بايجار رمزي. هنركز حضرتك يعني في الحاجات ديت يعني بشويه، احنا دلوقتي عايزين نركز على دور مجلس النواب. تمام. دور مجلس النواب طبعا احنا عارفين ان دور مجلس النواب يعتبر احد اعمده مؤسسه الدوله. طبعا مجلس النواب للمواطن البسيط اللي هو مش عارف، مجلس النواب ليه دور تشريعي وليه دور رقابي علشان يقدر يساهم ويدعم الدوله المصريه في الدور التنموي. طبعا حضرتك حابين نختار حضرتك كنموذج برلماني ناجح وشاب برلماني ناجح، في نماذج طبعا كتير جدا في البرلمان، ولكن حضرتك فيك ميزه جميله جدا اللي هي ايه؟ ان حضرتك بتجمع ما بين العمل الحكومي وفي نفس الوقت برضه شغال في العمل البرلماني. عاوزين بقى نطرح على حضرتك سؤال باستفاضه كده توضح لنا، يعني هل دور او هل مجلس النواب ادى دوره في الفتره اللي فاتت في الخمس سنين اللي فاتوا في الدور التشريعي وفي الدور الرقابي وفي الدور التنموي ولا لا؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. تمام. في فرق ان انت حضرتك تشتغل في ظروف عاديه طبيعيه وفرق ان انت تشتغل في ظروف استثنائيه. حضرتك دلوقتي يعني احنا دلوقتي مجلس النواب حلفنا اليمين في 2016 1/1/2016. تمام. شوف حضرتك 1/1/2016 كان شكل الدوله عامل ازاي، كان العشوائيات كانت عامله ازاي، كان حاجات كتيره قوي موجوده صعبه جدا، كان عندنا ملتزمين بقوانين وفقا للدستور كان لازم نقرها في فتره معينه والا سيحل مجلس النواب، فبقى عندنا تحديات كبيره جدا. وفي هذا الوقت برضو عايز ادي تحيه كبيره جدا للدكتور علي عبعال، بصراحه يعني الراجل ده يعني الناس طبعا بتشوف في التلفزيون وبتشوف في الكلام ده كله من ورا الاسوار يعني زي ما بيقولوا، او الكواليس، انا اشوف في الحقيقه بيبقى راجل زي ده. خدت بال حضرتك؟ راجل فقيه دستوري قاعد من الساعه مثلا 10 صباحا لحد الساعه 8 و9 قاعد على الكرسي بتاعه ما اتحركش. خدت بال حضرتك ازاي؟ فمجهود كبير جدا قام به مجلس النواب بكافه طوائفه واحزابه، خدت بال حضرتك ازاي؟ علشان نقدر ان احنا نخرج بالقوانين الهامه. مجلس النواب له اختصاصات كتير، من ضمنها طبعا الرقابه والتشريع، ان هو بيحط التشريعات الخاصه بالدوله، خدت بال حضرتك؟ وبالاضافه ان هو يعني مجلس النواب في ناس كتير فاكره ان انا مثلا ايه لا عشان ابقى في مجلس النواب لازم اقعد ازعق مع ده واعمل كذا وكلام، لا، مجلس النواب ده احد مؤسسات الدوله، ده سلطه تشريعيه،
لازم بيحصل تكاتف ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، الاثنين بيتضامنوا مع بعض علشان أقدر أأدي المهمة بتاعتها. يعني حضرتك دلوقتي زي ما اتكلمنا في مجال الطاقة النووية، هل ينفع ان احنا نخش في مجال الطاقه النوويه لما يبقى عندنا قانون خاص بالطاقه النوويه؟ لازم يبقى عندنا قانون خاص. القانون هو اللي بيخليني اي اتفاقيه دوليه بتقر ما بين دوله ودوله بالزبط. لازم اكون انا موجود في مجلس النواب علشان نقدر ان احنا نقرها وتبقى في حكم القانون، عشان الدوله نفسها اللي انت بتوقع معاها الاتفاقيه تبقى يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي تبقى مستامنه انها تشتغل معاك. خدت بقى حضرتك ازاي؟ بالاضافه لي في ادوار مهمه جدا، وضع الخطه الاقتصاديه والتنمويه لجمهوريه مصر العربيه. في مثلا لما يجي مثلا نائب مثلا يعني يعمل محطة صرف صحي أو يساعد فيها أو يساعد مثلا في مشروع كبير أو كلام من ده، يقول لك إيه ده شغلة محليات. لا، أنت حضرتك دورك تحط الخطة الاقتصادية والتنموية لجمهورية مصر العربية، وبالتالي بتقدر تحط الخطة الاقتصادية والتنموية لدائرتك أو لبلدك أو لكيانك أو المكان اللي أنت موجود فيه. بتقدر ان انت تتحرك شويه مع الوزراء، تقدر تتحرك شويه مع المسؤولين، تقدر تجيب مشروع، تقدر تجيب اعتمادات ماليه، تقدر تساعد في هذا الكيان. انا شايف ان في قوانين كتير صدرت مجلس النواب الشارع مش راضي عنها ومش موافق عليها. زي ايه حضرتك؟ قوانين كتير يعني عندنا، يعني في يعني القانون مثلا اللي في الاخير اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الخاص بالتصالح في المخالفات بتاعه المباني، قانون النظافه. تمام. القانون ده لو انت قريت اللي احنا صدرناه من مجلس النواب واللي موجود واللي احنا اصدرناه من عندنا، ان انا بقول لك انت عندك مخالفه نتصالح عليها. تمام. لكن ناس خلطت ما بين عمل مجلس النواب والعمل التنفيذي. كل محافظه بتعمل ايه بقى؟ بتشكل لجنه، واللجنه ديت بتبدا تقيم اسعار المباني دي او الحاجات دي. تمام. بحيث ان انت كمواطن رايح تتصالح يقول لك تعالى في قانون تصالح، انا بحط التشريع العام او القانون اللي هو العام اللي بتمشي عليه، لكن اللائحه التنفيذيه التفصيليه اللي بيحطها الجهاز التنفيذي اللي بسلطه المحافظ او بسلطه الوزير المختص اللي بيبدا يحدد على اطاره ازاي ان انا انفذ هذا القانون. خدت بالك ازاي؟ ففي ناس كتير اتظلمت، يقول لك انت بتديني اسعار غاليه جدا وبتدعيني حاجات عاليه جدا. تمام. في بعض المحافظين زي عندنا مثلا محافظه الغربيه، زي عندنا محافظه البحيره اسكندريه، الكلام ده كله بداوا ان هم يعيدوا تقييم للاسعار ديت ويخفضوا في تسعيره بتاعه المخالفات دي. تمام. في بعض يعني المشاكل اللي موجوده، يعني احنا كمجلس نواب بنحط الاطار العام والتنفيذي هو اللي بيبدا يفسرها. فديت لازم ان احنا بنبدا طبعا نوضح بقى، نقول يا جماعه خدوا بالكم مثلا محافظه كذا الاسعار عندها عاليه او عندها مشكله في كذا، لا ظبط من دي، لا اعمل دي اعمل خلي. بنساعد معاه وبننقل نبض الشارع المصري عايز ايه. ايوه. انت خدت بالك ازاي؟ بالظبط. لما انقل لك نبض الشارع المصري وبالتالي انت تبدا تحسن الاداء بحيث الشارع يبقى مرتاح. خدت بقى حضرتك ازاي؟ انت ليه بتفتكر لي الـ الحاجات اللي الشارع زعلان منها؟ طب ما في حاجات كتيره، قانون التامين الصحي الشامل ده حاجه كويسه جدا وهنشوف اثرها على المدى البعيد. كل شويه كل سنه كل سنه كل سنه مستشفيات كتيره مثلا في بورسعيد وفي الغربيه وفي الدقهليه وفي كل حته بينشا مستشفيات كتير وبتحول لمستشفيات نموذجيه. تمام. دي هتحسن المستوى الصحي اللي موجود. مش بقول كده علشان اقول يعني ان الدنيا وردي او جميله، لا، عندنا مشاكل كتير في الصحه، يعني عندنا مشاكل كتيره جدا، عندنا نقص في المستلزمات، عندنا امكانيات. بس احنا، طب اقول لك ايه، طالما انت شايف في شغل وفي تحسن يبقى انت كمواطن يبقى عندك امل ان في تحسن. عارف هتيجي واحد دلوقتي هيرد عليا هيقول لي تعالى يا عم شوف مستشفى المحله العام مفيش فيها سرنجه. عارف ان مفيش فيها سرنجه. سيادتك كنت دايما بتنادي في الجلسات البرلمان كلها. بالظبط. خدت بال حضرتك ازاي؟ وبنخش وبنخترق هذه المشاكل ومنكلمها. بس احنا قدر الامكان طالما انت شايفني شغال وبنجتهد وبنجري والدوله كلها بتسعى انها تحسن من هذه المنظومه، يبقى انت كمواطن لازم يبقى عندك امل ان احنا رايحين للافضل والاحسن. تمام. ما يبقاش في احباط، لا تعالى نشوف رجال اعمال او نشوف حد يساعدنا ونبدا نزود السلع دي او المنتجات دي او الخامات دي او الحاجه دي. فقدر الامكان ان شاء الله في تحسن وفي امل، يعني ان شاء الله نحو الافضل يعني ان شاء الله. طيب يا دكتور، بالنسبه للشباب بقى، ليه مجلس النواب ما يعملش مثلا ما ينظمش مؤتمرات للشباب لتبادل الاراء بينهم والقوانين وكده؟ ليه ما يعملش كده؟ والله حضرتك يعني انا اقول لحضرتك على حاجه،
هو في شق كبير جدا، وطبعا كانت اول مبادرات عالميه كان قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرات الشباب من 2016 لحد من سنه فاتت، كان في مؤتمر الشباب اللي هو العادي اللي هو الداخلي، وبعد كده اتعمل مؤتمرات شباب عالميه، واظن كلنا شاهدناها وشفناها والموضوع ده كان له رد فعل عالمي قوي جدا. مصر فعلا كانت بتحتضن شباب العالم. خدت بالك ازاي؟ ما كانش بيحصل الكلام ده قبل كده خالص. ما كانش الكلام ده بيحصل. لا 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 لا. وبتسمع اراء، وبتبقى انت بينك وبين رئيس الدوله او بينك وبين المسؤول يعني فيس تو فيس، يعني وش في وش كده، وبتحكي له مشاكلك والراجل بيستجيب ويقول له تعالى اشرح لي وقول لي دي واعمل لي دي، وبيبقى في قرارات بتخرج من هذه المؤتمرات. مجلس النواب احنا عشان لنا دور تشريعي، احنا بنعمل ساعات بعض الجلسات الاستماع لبعض القوانين الخاصه بالمجتمع، بنعرض عليه هذا القانون ونقول له انت مقترحاتك ايه او انت رايك ايه، يبدا يبدا ان هو يقول رايه. وعملنا على فكره كتير قوي يعني مؤتمرات كتيره، او بتبقى ورش عمل صغيره كده بندعو فيها بعض الشباب، سواء الشباب المعاقين او الشباب اللي هم المهتمين بالصحه او الشباب المهتمين بالمجالات مختلفه جدا، وبيقعدوا وبنشرح لهم هذا القانون، وبيبداوا ان هم يقولوا مقترحاتهم في القوانين دي. خدت بالك؟ فاحنا قدر الامكان يعني بنتعاون وبنتكاتف بحيث ان الدوله كلها يبقى الشكل العام يبقى جيد، وتبقى الامور على ما يرام يعني ان شاء الله. كان في بقى سؤال كده يعني من خلال متابعتي يعني في اليوتيوب او مواقع السوشيال ميديا او التلفزيون، كان في توجيه او زي ما اقول كده نبرات حاده لوزير البترول المهندس طارق الملا. كنت حابب اعرف واوضح للساده المشاهدين في برنامج طريق النجاح، وتوضح حضرتك لينا برضو بصفه خاصه ايه سبب الانفعال؟ مفيش انفعال ولا حاجه. هو احنا كان عندنا حوالي 1200 مصنع في مدينه المحله الكبرى، ومدينه المحله الكبرى دي مدينه صناعيه. جميل. معروفه بتشتهر بصناعه الغزل والنسيج والصباغه والاقمشه والمفروشات والحاجات دي كلها. وعندنا نسب تصديريه عاليه جدا، بنصدر لدول اوروبا وامريكا والصين والهند ودول كتير جدا. كان هي مش نبره يعني، بص حضرتك ايه، هو ما تقسي الحماس ان انت عايز تحل المشكله ان دي نبره عاليه، لا، هو الامور بتبقى كلها في اطار الادب والاحترام، وكلنا في يعني المهندس طارق الملا شخصيه محترمه جدا وراجل محترم جدا، وقام بدور كبير جدا معانا في الفتره اللي فاتت في لجنه الطاقه والبيئه وفي مجلس النواب. 1200 مصنع ضمت. كان عندنا سنه 2011 كان عندنا مشكله في الغاز، في كميه الغاز نفسها. فوزاره البترول علشان تقدر توفي التزاماتها الداخليه والخارجيه، فعمل عقود مع المصانع دي، وقال له ما تتجاوزي الكمية دي، يعني مثلا مليون وحدة حرارية، أنت ليك مليون وحدة حرارية، أنت ليك 2 مليون، أنت ليك 3 مليون وحدة حرارية، لا تتجاوز هذه الكمية. لو تجاوزتها عشان أنا عليا التزامات خارجية، بتدفع حاجة اسمها غرامة تجاوز. طب يا عم ما تدفعني التجاوز اللي أنا تجاوزته من كمية الغاز. يقول لك لا، لازم أدفعك غرامة تجاوز، أنت بتكلفني مبالغ كبيرة جدا، علشان طبعا أنا لما باجي اصدر الغاز بصدره بسعر معين، وباجي اديه للسوق المحلي برقم معين، فانت لما بتتجاوز بتاثر عليا اقتصاديا. تمام؟ الكلام ده كان 2011 لما كان نسبه الغاز كانت قليله، وانا الكلام ده حتى شرحته في مجلس النواب بهذه الطريقه. لكن احنا دلوقتي في 2020 نسبه الغاز عندنا وفره كبيره جدا، وربنا مدينا خير يعني كبير جدا في حقول كتير موجوده على مستوى الجمهوريه، وكل شويه ربنا بيدينا خير يعني في موضوع الغاز. طالما الغاز دلوقتي بقى متوفر، انت بتعاقبني ليه ان انا انتاجي زاد، وبالتالي كميه الطاقه اللي بستهلكها زادت، وبالتالي نسبه الغاز زادت. بالظبط. فانا كنت بطالب ان في ناس دي عليها غرامات تجاوز، اللي عليه مليون وعليه 2 مليون وعليه 3 مليون و5 مليون. واتكلمنا مع الحاج احمد ابو عمرو اللي هو رئيس رابطه بتاع الغزه والنسيج في المحله، والحاج ابراهيم الشبكي والغنام والناس المحترمه دي كلها، وبدانا عرضت الموضوع على السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد ما عملت طلب الاحاطه، وادى تعليمات فوريه لوزير البترول ووزير الصناعه. وزير البترول كان ساعتها كان مسافر، انا ما كنتش اعرف بصراحه، فده اللي كان سبب انفعالي يعني. وعرفت بعد كده ان هو ما كانش موجود، ووزيره الصناعه كانت موجوده وقامت بهذا الدور وقعدت معانا وشافت المشاكل ايه، والحمد لله في الاخر اتحلت هذه المشكله، وتم اسقاط غرامات التجاوز على مستوى الجمهوريه كلها. كنا احنا النواه اللي قدرنا ان احنا نسقط غرامات التجاوز ديت، لان الغرامات التجاوز ديت مبالغ ماليه عليك وهي مش عليك، يعني انت مطلوب منك مبالغ ماليه انت ما استهلكتهاش، تمام، ومأثر عليك، اللي عليه 5 مليون جنيه و4 مليون جنيه في ظل الازمه ديت تأثر عليك اقتصاديا. خدت بالك؟ والحمد لله الامور عدت، وان شاء الله يعني مصانع المحله
بدأت تشتغل وبدأت تصدر وبدأت إن شاء الله الأمور تبقى مستقرة إن شاء الله. نزلنا طبعاً في مدينة المحلة ورصدنا الأجواء في المدينة الصناعية. هنروح دلوقتي لتقرير ونرجع لبعض مرة تانية. دلوقتي احنا في المدينة الصناعية ومستضيفين الدكتور محمد خليفة، كان ليه دور مهم جدا في بناء المنطقة الصناعية. بنرحب بيك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ احكي لنا بقى حضرتك ايه الدور اللي حضرتك قمت بيه هنا انا عايز اقول لحضرتك ان المشروع دوت يعني موجود من 2006، كانت شركة مصر الغاز والنسيج كانت مديها بنظام حق الانتفاع لوزارة الصناعة، هيئة العامة للتنمية الصناعية. الموضوع ده الارض دي فضل ارض خاوية من 2006 لحد 2016. في مؤتمر الشباب تم إثارة الموضوع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم يعني توضيح ان دي منطقة صناعية موجودة من 2006، وزارة الصناعة دفع 200 مليون جنيه والموضوع متوقف يعني. وكنا واقترحنا على السيد الرئيس طبعا بمناسبة ان احنا في مؤتمر الشباب ان يتعمل مصانع صغيرة للشباب، بحيث ان هي نقدر ان احنا نستفيد بيها الشباب كلها، وتبقى باسعار بسيطه وتبقى مثلا مرخصه وتبقى بتاخد نفس مميزات المنطقه الصناعيه. هو عباره عن فريق عمل كبير، وزاره الصناعه والهيئه العامه للتنميه الصناعيه، في شركات طبعا اللي شغاله في البنيه التحتيه، شركه سبكترا، وفي شركه الشرق اللي هي شغاله في الاعمال الانشائيه والكلام ده كله. حضرتك لو انت حضرتك شاهدت هنا، في هنا حوالي 615 مصنع، في حوالي هنا 6 مباني، ارتفاع الادوار زي ما حضرتك شايف هنا حوالي 4 ادوار. الشاب بدل ما يقعد يدور على الشغل الحكوميه، وطبعا الشغل الحكوميه خلاص اصلا ما عادتش موجوده، ما عادتش متاحه، احنا بندعو جميع الشباب المحله وشباب الغربيه كله يجي يقدم في المنطقه الصناعيه ديت. مساحه المصنع بتاعك او الورشه بتاعتك مساحتها 48 متر، مشروعات صغيرة، ما عندكش تمويل او ما تعرفش تعمل مشروع ايه، هنوديك لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ونقدر ان احنا ان شاء الله تقدر انت تستفيد منه. كنا حابين نعرف من حضرتك طريقة التقديم هتكون ازاي، يعني الشباب يقدم ازاي، الافتتاح هيكون امتى باذن الله. برضو حابين نعرف نعرف الشعب المصري بصفة عامة، والشعب او المواطن المحلاوي بصفة خاصة، الافتتاح هيكون امتى باذن الله. هو المفروض خلال شهور قليلة، يعني مثلا قول 3 شهور يتم الافتتاح، علشان ننتهي من اعمال البنيه التحتيه والاعمال اللاندسكيب والاسفلت والحاجات دي كلها. التقديم طبعا من خلال هيئه العامه للتنميه الصناعيه في القاهره، بتطرح زي ويب سايت او بيعمل زي موقع الكتروني، الشاب بيسجل عليه، وبعد كده بيبدا يتواصل مع وزاره الصناعه من خلال دراسه جدوى او من خلال الاوراق المطلوبه، بحيث ان هو يقدر ياخد مصنع هنا موجود. يعني عايز اقول لحضرتك برضو مميزات المصانع ديت، بياخد اعفاء من الضرايب 10 سنين، علشان احنا الدوله طبعا في اتجاهها لتشجيع الصناعات الصغيره في المنطقه. الباشمهندس سامي موريس، مدير موقع شركة سبكترا، بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا بيكم، مشرفين المحلة والمنطقة الصناعية. الله يخليك. كنا حابين بقى نعرف من حضرتك إيه الدور اللي حضرتك قمت بيه هنا، ودور الدكتور محمد، ودور الدكتور طارق رحمي في محافظة الغربية، كنا حابين نعرف من سيادتك يعني. أهلا وسهلا بيكم. هو في البداية هديكم فكرة الأول عن المشروع بالكامل. المشروع هنا عبارة عن 3 قطع، كل قطعة حوالي قطعة 11 فدان وقطعة 12 فدان. وقطع 11 فدان عبارة عن 3 قطع، إجمالي المساحة بتاعتهم كلها 34 فدان. في قطعة رقم 1 اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، ودي تم تخصيصها للمجمعات الصناعية للشباب الصغير، مساحات صغيرة 615 ورشة مقسمين على 6 مجمعات صناعية، كل مجمع فيه مساحات مختلفة للشباب. وفي قطعة رقم 2 اللي هي القطعة الثانية، دي عبارة عن أراضي مساحات مختلفة، ودي مخصصة لكبار رجال الأعمال، مخصصة للصناعات المختلفة.
عبارة عن قطع المستثمر بيجي أو رجل الأعمال بيجي بيقدم في هيئة التنمية الصناعية، بيتخصص له قطعة من مساحات من 400 متر لحد 1500 متر، بيجي هو يبني المصنع بتكلفته هو. احنا كشركة سبيكترا عملنا البنية التحتية في المنطقة واحد ومنطقة اتنين. دكتور محمد معانا بصراحة من اول المشروع، كان في اي مشاكل بتظهر بيحاول يزللها لنا بنحلها بقدر المستطاع. كان في مشاكل مع شركة مصر، كان في مشاكل مع شركة المية، كان في مشاكل مع الكهرباء، كل الحاجات دي كانوا بيتدخلوا معانا الحقيقة. هو الدكتور محمد والدكتور محمود برضه كان معانا في القصة دي، وكانوا بيزللوا لنا المشاكل دي. الحمد لله احنا كشركة سبيكترا خلصنا البنية التحتية بتاعت قطعة 2 واتسلمت وجاهزة للمستثمرين ان هم يقدروا يقدموا. وفي فعلا مصنع دلوقتي ممكن نوريه لكم، المستثمر استلم الارض وبنى المصنع بتاعه وجاب المعدات والمكن وبدأ يشتغل، يعني وصلنا له الكهرباء وبدأ يخش على التشغيل ان شاء الله. التقرير، وعايزين نعرف تعليق حضرتك يا دكتور محمد على التقرير، وعايزين نعرف كمان انت حضرتك بتقول لنا يعني مش لازم الشباب يقدم حكومه وكده في شغل حكومه. طيب لو حد مثلا عايز يقدم في المنطقه الصناعيه دي، وحضرتك عارف الروتين طبعا، فعايزين بقى نعرف ممكن نعمل ايه. والله سؤال مهم جدا من حضرتك يعني، واتمنى ان الشباب ياخد بالهم من الاجابه بتاعته. احنا عندنا دلوقتي حضرتك دوله بتسعى انها تعمل مشروعات صغيره، زي ما قلت لحضرتك باختصار جدا ان الدول المتقدمه كلها نهضت بهذه المشروعات الصغيره. لما يبقى عندك انت كشاب جاي تقول لي ايه، انا عايز اعمل مصنع صغير، انا هديك مصنع مساحته 50 متر تمام، فيه جميع الشرطات الدفاع المدني والحريق، فيه رخصه. تعرف حضرتك عشان تروح تعمل رخصه مصنع اقل حاجه بتدفع لك 40 و50 الف. أيوه. عشان توفي الشرطات الدفاع المدني، لا الدوله بقى بتديهولك ايه، بإيجار رمزي 1000 جنيه أو 2000 جنيه في الشهر تمام، كامل المرافق. هتيجي تقول لي طب أنا كشاب أنا ما أعرفش أعمل مشروع إيه، ما أنا ممكن تروح تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة اللي منتشر في جميع المحافظات، اكتب على جوجل، اكتب على النت، ده ما أنت قاعد على النت طول النهار، لا شوف حاجة مفيدة أحسن، اكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مثلا بمحافظة الغربية ومحافظة الدقهلية، هيظهر لك العنوان بتاعه، روح هناك اقعد معاهم قول لهم أنا عايز أعمل مشروع صغير، هيديك أكتر من 200-300 دراسة جدوى لمشروع صغير. مثلا هعمل مصنع زرار زي ده مثلا، زراير زي دي كده تمام، يبقى الزرار ده هقدر إن أنا أصنعه وأقدر إن أنا أبيعه للمصانع اللي بتصنع الملابس، أصنع سوستة، أصنع مثلا شرابات، الحاجات دي كلها الماكينات بتاعتها بتبقى صغيرة بتبقاش كبيرة، مربحة جدا 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 تمام. يعني رأس المال بتاعها مبقاش عالي، هتقول لي انا معيش رأس مال خالص، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هيبدأ يمولك، يعني مالكش حجة. احنا بس محتاجين منك حاجة واحدة كشاب، يبقى عندك إرادة فعلا ان انت تعمل مصنعك وتعمل مشروعك، هتلاقي الدولة كلها بتساعدك، هتلاقي المشاريع موجودة. انا عندي في المحلة دلوقتي اكتر من 600 مصنع صغير. تمام. انا عايز اشوف عندي 600 شاب جاي يقدم على هذا المشروع تمام، وتشجع وخش. انت لما تصنع يعني مالك من ايدك احسن ما تروح للحكومه او تروح لاي حد وتاخد مرتب، خدت بالك ازاي؟ فاحنا عشان كده ده توجه الدوله كلها ان احنا نتوجه للمشروعات الصغيره وان احنا نشجع هذه الصناعات الصغيره تمام. وزي ما شرحت لحضرتك اللي مش عارف هيروح لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، اللي عايز تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هيموله، الدولة هترعاه هتحافظ عليه لحد ما يبقى عنده كيان كويس، لان غالبا في كتير قوي مصانع لم اوجدت تحت بئر السلم ومش عارف ايه وكلام من. لا تعال عندي تمام، خد مصنع جاهز في الكهرباء بتاعته مظبوطه، دفاع مدني مظبوط، واخد اعفاء متدرب 10 سنين، واخد كذا واخد كذا، المميزات دي كلها هتلاقي موجوده، هتقدر ان انت تعمل مصنع، تقدر ان انت ان شاء الله تبقى من كبار المصنعين بعد كده في المستقبل. وكده احنا بنصنع شاب مصنع من غير ما يبقى هو اصلا مصنع، هي المشروعات الصغيره ده الهدف بتاعها.
ان انا اخلق الشاب المصنع. خدت بقى حضرتك ازاي؟ وان شاء الله ربنا يوفق، وخلال يعني مثلا في شهر 9 او 10 القادم يكون افتتاح كويس، وان شاء الله يعني يا رب انا اتمنى يعني. والمشروع ده بيفتتح عايز اشوف فيه 600 مكنه شغاله ان شاء الله، 600 مصنع شغال. انا حتى اتكلمت مع السيد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، بوجه له الشكر والتقدير، راجل محترم جدا، والدكتور احمد عطا وناس محترمه جدا ومتعاونين جدا وشغالين جدا. قلت له يا فندم انا مش هستنى افتتح المصنع علشان اعمل له طرح، لا انا عايز نعلن عنه من دلوقتي عشان الشباب يتقدم ليه، عشان لما اجي افتتح عايز اقص الشريط واخش الاقي المكن شغال بيرن في ودني، ما اخش اشوف جدران موجوده بالزبط. لا مش ده الهدف. خدت بقى حضرتك ازاي؟ فان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله، وعندنا يعني امل كبير جدا في شبابنا ان شاء الله. الدوله المصريه الايام اللي جايه تقبل على انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب. طبعا رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات يعني اقر وقال ان الانتخابات مجلس الشيوخ هتكون يوم 11/8 و12/8. ايه راي بقى حضرتك في النظام الانتخابي سواء في مجلس الشيوخ او في مجلس النواب؟ ده سؤال مهم جدا، ويعني ملامس للواقع وملامس للساحه او المكان اللي احنا موجودين فيه. انا عايز اقول لحضرتك الحاجه، عندنا دلوقتي القانون ده علشان يخرج، عشان بس نوضح للمشاهد المصري، قانون اي قانون بيخرج بس بشكل ايجاز بشكل بسيط جدا، تمام، اي قانون بيخرج لازم يعني الاساس اللي انا بشتغل عليه ايه؟ هو الدستور. الدستور طلب 25% مرأة، يبقى لازم ان احنا نعمل القانون يبقى فيه يحقق النسبة الدستورية ده، سواء لمجلس النواب سواء لمجلس الشيوخ بيبقى النسبة 10%، تمام. يجمع القانون ما بين النظام الانتخابي الفردي والقوائم، تمام. في ناس كتير اتكلمت والشارع بيتكلم والفيسبوك والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بيتكلم كتير على النظام الانتخابي، القوائم المغلقه، القوائم النسبيه، قوائم مطلقه، بالظبط، الفردي، الكلام ده كله. خد بال حضرتك من حاجه مهمه قوي، الدوله المصريه بتتطلع الى انها يعني تبقى في مصاف الدول المتقدمه، تمام. لازم الاحزاب تجتمع وتختار مجموعه من المتخصصين والعلماء وذوي الخبره، بحيث ان احنا نختار مجموعه كويسه جدا بتوافق ما بين الاحزاب، يبقوا موجودين في قائمه عشان يقدروا ان هم يساعدوا الدوله فعلا انها تنهض وتبقى في مصاف الدول المتقدمه، تمام؟ تمام. يعني انا دلوقتي عند حضرتك لجنه الطاقه والبيئه مثلا، بتكلم على البترول وبتكلم على الكهرباء وبتكلم على الغاز وبتكلم على القوانين دي كلها. عندك لجنه الخطه والموازنه بتحط موازنه الدوله كلها، تمام. فانا محتاج ناس ذو خبره علميه وعمليه يقدر يفيدني جوه المجلس، صح كده ولا غلط؟ بالظبط. يبقى ده اللي هيقوم بيه القوائم من خلال الاحزاب، تمام. بالنسبه للنظام الفردي، ده النظام الفردي اللي هو الشعبي، اللي هو المواطن عايز يختار محمود يبقى هو الممثل ليه، تمام. وبالتالي بتدي للمواطن الاختيار ان هو يختار الناخب بتاعه اللي هو بيؤدي خدماته ويؤدي مطالبه كلام من ده. يبقى احنا دلوقتي عندنا مجلس النواب جمع ما بين في القانون جمع ما بين ثلاث مميزات، تمام. اول حاجه قدرت تتحقق للمراه نسبه 25%، طبعا مش مرأة معاقة والمرأة كل جميع انواع، والمرأة الشابة والمرأة الدكتورة والمرأة الخبرة وكل انواع يعني، خدت بحضرتك ازاي؟ كل الخصائص اللي موجودة، مش هياخد كله، هيبقى يعني لازم يخش في الناس المعاقة تاخد حظها والشابة تاخد حظها والخبرة تاخد حظها، بالظبط. دي اول حاجة. تاني حاجة حضرتك المجلس او القانون هيبقى فيه النظام اللي هو الفردي او اللي هو عايز يبقى اللي هو للمواطن بيبقى محتاج ان هو يختاره، تمام. وفي كلتا الاحوال تمام، المواطن هو صاحب السلطه الاولى وهو صاحب الراي الاول، صاحب القرار، سواء للقائمه او سواء للفردي. خدت بقى حضرتك ازاي؟ المواطن هو السيد الاول في كل شيء. خدت بقى حضرتك ازاي؟
الدوله بتسعى انها تلبي احتياجات المواطن. كلنا يعني مجلس النواب والتنفيذيين والدوله والوزراء والمسؤولين كله بيعمل عشان خاطر مين؟ عشان خاطر المواطن. أيوة. خدت بحضرتك ازاي ده بالنسبه للقانون باختصار جدا ببساطه جدا، قانون مجلس النواب وقانون مجلس ال. احنا بنشكرك جدا يا سياده النائب، وضحت لنا يعني تفاصيل كتير في الحلقه وبكده نكون انتهت حلقتنا النهارده. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد. شكرا. واستنونا في حلقات جديده من برنامجنا طريق النجاح.